الآن مشاهدينا نروح لملف سؤال سألناه للناس في الشارع، هو يعني سؤال الساعة على المستوى المحلي، الحكومة القادمة. ما سألنا عن الاسم والرئيس وكذا، يمكن كان هذا استطلاع في الأسبوع الماضي، لكن أنت كمواطن أردني وجايتك حكومة جديدة، إيش هو القرار اللي بتتمنى أن يكون أول قرار تتخذ الحكومة؟ يعني تتفائل أنه يكون هيك في قرار إيجابي وحاب تسمعه، أنه بعد تشكل الحكومة اتخذت الحكومة القرار التالي، ما هو؟ خلينا نشوف كيف تعاطى الناس مع هذا السؤال. أولا أتمنى من الحكومة القادمة أن تكون حكومة ولاية عامة، صاحبة ولاية عامة. الوضع الصحي، الحكومة القائمة والحكومة الحالية أو حكومة تصريف الأعمال تنذر بأن هناك قد يكون انهيار في النظام الصحي الأردني. الحكومات المتعاقبة قد فشلت فشلا ذريعا في تنمية هذا القطاع، ولم تكن جاهزة إلى أي كارثة قد تحصل. نتمنى أن تكون عند مسؤولياتها، ونتمنى أن تكون بصف الوطن والمواطن. المطلوب من الحكومة القادمة إعادة ترتيب الأوراق والاستمرار في مواجهة هذه الجائحة حتى نطلع في مجتمع صحي آمن. رقم واحد أولوية قصوى هذه آلية إن نضع بما بروتوكول جديد، استراتيجية جديدة، التزام الناس أولا، ما ظل فيها. والله يعني كنا نتأمل من الحكومات السابقة، لكن للأسف يظهر أنه سياسة الحكومات هي واحدة، ولا شيء، لا إنجاز، لا محاربة فاسدين، لا اعتناء بلقمة العيش. يعني ربما تيجي حكومة بتروح حكومة وما فيش أي جديد، هي عبارة عن بتلبس طواقي، بيطلعوا ناس بلبس طواقي لناس تانيين وبيقعدوا محلهم. فللأسف لا أمل في أي حكومة قادمة. أتمنى منهم يهتموا بالشباب، يهتموا بالعطلين عن العمل، يهتموا بالأوضاع الاقتصادية للبلد، لأن الأوضاع الاقتصادية يعني شايف مأساة. إن شاء الله تقدر تعمل كنترول على الأخطاء اللي صارت من قبل الحكومة اللي قبل. يعني أهم شيء يريحونا من كورونا، أهم شيء بدنا يوم يعني الإجراءات تكون أشد، ما بدنا أي استهتار. احنا شفنا الحكومة اللي فاتت بآخر بداية أزمة كورونا كان في التزام وكان في أداء جيد، وبآخر فترة صار في تسيب. يعني احنا بنحمل مسؤولية الحكومة اللي فاتت بالتسيب اللي صار من انتشار الحالات. يعني ريحونا من الكورونا ويخلف عليهم، ولكن الكورونا موضوع أكبر بكثير وموضوع كبير ومعقد. لكن زي ما ذكر هو كمل الأخ انه على الأقل يديروا الأمور زي ما داروها في البداية. أنا أعتقد انه أحلام الأردنيين، أحلامهم تم تقليصها بشكل كبير. وأنا بتذكر قصة الأجنبي اللي بيطلع مع سائق سيارة، هي قصة يعني يمكن تكون واقعية وتم البناء عليها ويعني خيالية لكنها تعكس الواقع. سائق أجنبي بيطلع مع سائق تاكسي وبيحكي له شو أحلامك؟ فبيحكي له أحلامي هذه السيارة أنا ماخذها ضمان تصير إلي، أحلامي إني أتجوز، أحلامي إني أفتح بيت، أحلامي إني يكون إلي راتب يعني يكفيني لآخر الشهر، أحلامي إني يجيني أولاد وأقدر أربيهم وأصرف عليهم وأعلمهم. قال له وقف وقف، أنا سألتك عن أحلامك وليس عن حقوقك. فالأحلام عند الأردنيين يعني أصبحت شيء مفقود. فإحنا لما نحكي للناس بس شبيك لبيك تتمنى، يعني شو بتتمنى القرار اللي تحكيه الحكومة، برجع لواقعية وبرجع حتى بحبش يحلم وبحبش يتخيل، لأنه الواقع واقع صدمه يعني، وأكثر من مرة حلم وحلم وحلم وطلعت كوابيس باختصار. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن شاء الله يكون يعني في شيء قادم أفضل وأجمل، ويعني هذا الأمر بده شغل وبده عمل وبده تغيير وبده إرادة يعني بده كثير أمور، ولكن هذه الحياة يعني موجودة لكي نسعى بها ولكي نبذل جهدنا واستطاعتنا لإصلاح ما يمكن إصلاحه. وصلنا لختام مشاهدينا الكرام، شاكرين لكم دائما على وفاكم وحسن متابعتكم. إن شاء الله نلقاكم غدا وأنتم بأفضل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.